جامعة الدمام، كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع، وكالة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، مادة النظام الاجتماعي في الإسلام. معكم الدكتور صالح سليمان الطلعان. نسأل الله عز وجل تكون محاضرة خير وبركة، وفقنا لكل خير، ويسر أمرنا وأمركم. تحدثنا في المحاضرات في المحاضرة السابقة عن النكاح، وسنراجع مراجعة يعني سريعة عن بعض الأمور. وتحدثنا وقلنا أن النكاح في اللغة الضم والجمع، ويقال تناكحة الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض، ويراد أيضا به أيضا عقد الزواج. وقال أبو علي الفارسي: فرقت العرب فرقا لطيفا يعرف به موضع العقد من الوطن. وذكرنا ذلك يعني، وقلنا إن إذا قالوا نكح فلان أو بنت فلان أرادوا تزوجها وعقد عليه، وإذا قالوا نكح امرأته يعني أرادوا المجامعة. والنكاح شرعا هو عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته. هذا معنى النكاح، وحكمه الأصل فيه الندب مثل ما ذكرنا، ويجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة، وهي التحريم والوجوب والندب والكراهة والإباحة. فعلى سبيل المثال، متى يجب عليه الزواج؟ يجب على من يخاف الوقوع في محظور بتركه، ويندب لمن لديه شهوة. يعني الندب والاستحباب، يعني يستحب لمن لديه شهوة ولكن يأمن على نفسه الوقوع في محظور. لو أنه ما يأمن يكون عليه واجب. يحرم على من لا يقدر على النفقة أو الوطء، يحرم على من لا يقدر على النفقة أو الوطء عن الجماع، إلا إذا رضيت بذلك فلا ينتقل من حكم التحريم إلى حكم الكراهة. ويكره لمن لم يحتج إليه ويخشى ألا يقوم بما أوجب الله عليه من القيام بحقوق الزوجة. هذه الآن الأحكام التكليفية الخمسة. والترغيب في النكاح، وردت نصوص كثيرة من قرآن السنة ترغب في النكاح وتحث عليه فانكحوا ما طاب لكم من النساء يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. أركان النكاح ذكرنا يعني يرجع إلى تعريفه، ولكن أركان النكاح ثلاثة: الزوجان، الزوج والزوجة. لابد يكون في النكاح، حتى يكون نكاح لابد هناك زوج وزوجة. إيجاب يعني زوجتك، هذا ما يحصل أولا لإنشاء العقد، يصدر من الولي أبو الزوجة أو جدها أو ابنها أو أخيها، الأقرب فالأقرب. كان يقول الولي مثل الأب: زوجتك، يقول للزوج: زوجتك أو أنكحتك ابنتي على مهر وقدره كذا. والقبول يأتي لفظ دال على الرضا بالزواج، فيأتي تاليا لإتمام العقد، ويصدر من الزوج أو وكيله، فيقول: قبلت هذا النكاح. هذه الأركان. والألفاظ، ألفاظ النكاح بالتزويج والإنكاح، وهما لفظان صريحان، لأن الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح، يعني النكاح، فلما قضى زيد منها وطن زوجناكها، يعني زوجتك أنكحتك. لو قال واحد جوزتكها ما قال زوجتك، أخلف في ذلك البعض مثل ما يقول المؤلف، فوجب الوقوف معهما تعبدا واحتياطا. لو قال جوزتك، وهبتك، أعطيتك، لا يصح عند المؤلف، لأنه يعقد بغيره من الألفاظ. ولكن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يصح. شروط النكاح، تعيين الزوجين، رضا كل من الزوجين بالآخر،
الشهادة على عقد النكاح، هذه هي الشروط. تعيين الزوجين، يعني مثلا أبغى يجي رجل يقول أبغى فلانة، طيب من هي فلانة؟ أي بناتي؟ فلا بد أنها من تعين، لا أبغى المدرسة، أبغى فلانة الدكتورة، أبي فلانة كذا الذي ذكرت التي تعمل في المكان الفلاني، تدرس في المكان الفلاني، لا بد من يعين لها وصف. وكذلك رضا كل من زوجين بالآخر، لا يصح أن يكره، يعني يقول لا ما لا علاقة البنت أنا أكرهها على الزوج، لا ما يصح، لابد من رضاها. لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. وكيف إذنها؟ قال أن تسكت، يعني لابد من رضا الزوجة بالزوج سواء كانت بكرا أو ثيبا. إن كانت بكرا يعني لو سكتت يصح إذنها صماتها. الشهادة على عقد النكاح لابد، بعضهم يقول خاص زوج وزوجها رجل ومرأة يجتمعان، يقول ما يحتاج ولي ولا نحتاج شهود، هذا كله عقد غير صحيح. لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، يعني الشهادة شرط لازم لا يعتبر صحيح بدونه. لا نكاح إلا بولي. أيضا موافقة الولي، لو زوجت نفسها تقول أنا عمري 40 50، أنا عندي عيال، أنا كبيرة، ما عندها، ما يصح، لأنه أو وكلت قالت بوكل زين، أنا ما أبغى أبوي ما أبغى يزوجني ولا جدي ما أبغى أخوي يزوجني، يعني بالمراتب مراتب الأولياء، فقالت أوكل مثلا فلان خالي، لا ما يصح، لأن الله عز وجل قال وأنكحوا الأيام منكم. الخطاب لمن الآن؟ يخاطب الأولياء، ما قال يخاطب الزوجة زوجي نفسه، لا، وأنكحوا الأيام خاطب الأولياء. وقال لا نكاح إلا بولي، يعني لا نكاح إلا بولي، يعني هذا يعني نفي الحقيقة الشرعية، أي لا نكاح موجود في الشرع إلا بولي. وأيضا أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. طيب ما هي الحكمة من اشتراط الولي؟ لأن فيه أكثر خبرة بالرجال، الولي له دلاء ويذهب المجالس ويسمع ويختلط بالناس، المرأة يعني تتأثر مثلا بمنصب، تتأثر بكلامه، فقد يكون بخيل ولا تعلم. الرجل يسأل ويذهب للرجال ويسأل عن هذا الزوج، فلذلك يعني عليه أن يسأل ويتق الله عز وجل الولي بذلك، يعني لا يترك المرأة هملا ما يسأل عنها ويسأل عن من هو لزوجها، فلذلك هذا أمر مهم جدا. أيضا من الأمور التي ينبغي يعني الانتباه لها أن أيضا في تكريم للمرأة، أنه في تكريم للمرأة. أيضا من الأمور التي يعني نراجعها على عجالة الشروط الصحيحة في النكاح. هناك شروط نفع معينة يشترطها أحد الزوجين فتكون ملزمة للآخر، مثل تقسيط المهر وتأجيله، فهذا كلها تعتبر صحيحة، استمرار في وظيفته. هناك شروط فاسدة قد يفسد العقد ولكن يبقى العقد صحيح، وهناك شرط فاسد مفسد للعقد، مثل اشترط تزوجها مدة معينة، يقول أنا بشترط نتزوجكم مدة سنتين أو حتى تنتهي بعثتي، هذه غير صحيح، يفسد الشرط فاسد ويفسد العقد. نكاح المتعة باطل، نكاح التحليل أيضا محرم، نكاح الشغار كذلك محرم. أيضا الشغار هو تعريفه هي يقول للرجل الأخ زوجني ابنتك أو أقسم على أن زوجك ابنتي أو أختك. مقاصد النكاح اهتم به الإسلام اهتماما بليغا،
طيب من الأمور التي يعني نراجعها كذلك صيانة أفراد المجتمع من الانحراف، يساعد الزواج على حماية المجتمع من الانحراف والوقوع في الرذيلة. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، يحقق الستر للمرأة والرجل. هذه كلها من الأمور يعني. طيب هناك مسألة تحديد النسب، حرمت المجامع الفقهية تحديد النسب، مثلا يحددون النسل ولا يصدر قرار ونظام تحديد النسل بابن ولا ابنة واحدة أو بنين أو ولدين أو بنتين وهكذا، هذا كله من المحرم. أما تنظيم النسل يختلف عن تحديد النسل، يعني اختصار إنجاب الذرية بحيث لا يأتي النسل إلا وفق نظام مرتب ومنسق، يعني كل ولدين بينهم سنتين أو ثلاثة هذا جائز، أو يتوقفون عن إنجاب مدة معينة لأسباب شرعية هذا صحيح. أما الإجهاض هو على ثلاثة أنواع، يعني إجهاض اختياري وإجهاض ضروري وإجهاض عفوي، وهذا الأخير معفو عنه غصبا على المرأة أجهضت هذا الجهاز. أما الإجهاض الاختياري إن كان خرجته في غير موعده الطبيعي عمدا وبلا ضرورة بأي وسيلة من الوسائل، إذا كان عدم الرغبة في كثرة الأولاد، حفظ جمال المرأة، الحرام دخول المرأة في هذا النوع يحرم في جميع أطوار الجنين. أما الإجهاض الضروري إخراج الجريم من رحم أمه في غير موعده مقعدا لحياة نفس، هذا فالصحيح أنه جائز. طيب ما هي الآثار المترتبة على عقد الزواج؟ الآن تم عقد الزواج، فهل البعض مثلا يأتي يقول خلاص يعني اختلفوا الآن يروحون للمأذون مثلا يقول خلاص ما نبي انتهينا ما نبي الزواج، شقق الورقة هذه مأذون يا شيخ؟ لا يعني ما يبي الطريقة هذه، لأن إذا وثق بقبول وإيجاب خلاص يكون لهذا الزواج أثر. فالإسلام يبحث دائما على استقرار واستمرار الأسرة، ولذلك يتمنى الإسلام ويتمنى المجتمع أن يعيش الزوجان في سعادة وهناء. فالمتأمل في الحقوق التي شرعها الله في هذا الدين لكل واحد من الزوجين يرى فيها كمال علم الله وحكمته، وأنه سبحانه قد منح كل منهما من الحقوق ما تقوم به الحياة الزوجية على أكمل وجه والحياة الأسرية على أتم حال. هناك حقوق، الحقوق الزوجية يسمونها حقوق، الحقوق الزوجين وواجباته، يمكن تقسيم الحقوق إلى ثلاثة أقسام: حقوق مشتركة وحقوق منفردة للزوج وحقوق منفردة للزوجة. أولا نتحدث عن الحقوق المشتركة بين الزوجين، حسن العشرة. حسن العشرة ما معنى حسن العشرة؟ يعني هي تشمل هذه الكلمة معاني كثيرة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ما هي أساس العشر الحسنة؟ المعروف. المعروف، ما تعريف المعروف؟ تعريف المعروف المذكور في الآية وعاشروهن بالمعروف يكون بالبعد عما ينفر والسعي إلى ما يرضي والإخلاص في أداء الواجب مع العطف والتسامح واحترام الرأي وإشاعة الأنس، لأن هذا من المعروف المأمور به وعاشروهن بالمعروف. وقد فسر القرطبي في هذه الآية بحسن صحبة النساء، يعني هذا هو المعروف اللي فسرها القرطبي
قال حسن صحبة النساء إذا عقدوا عليهن. كيف يكون ذلك؟ بتوفية حقها من المهر والنفقة. ما يبخس حقها إبخاص 40,000 ريال. جن الأربعين هل تعطيها معجل ولا مؤجل؟ قال لا أنا بعطيها مؤجل. تزوجها زين، وين المهر يا فلان؟ والله ما عندي وأنا كذا، وهو يصرف في أشياء باطلة وأشياء محرمة وأشياء كذا، فزين عطها المهر. هذا من المعروف؟ ليس من المعروف، المعروف إني أعطيها المهر. النفقة ينفق عليها، فأن لا يعبس في وجهها بغير ذنب، يعني الابتسامة في وجهها تعتبر من المعروف، أن يكون منطلقا في القول لا فظا ولا غليظا، يعني منطلقا يعني متلطفا، هذه لو تغيرونها وتكتب منطلقا يعني متلطفا، غير فظ ولا غليظ ولا مظهرا لميلا إلى غيرها، فإن هذا أهنى للعيش، يعني يكون متلطف في القول. هذا تعريف القرطبي للمعروف، وعاشروهن بالمعروف، يعني إذا عقدتم عليها أن توفيها حقها من المهر والنفقة، وأن لا يعبس في وجهها، وأن يكون متلطفا في القول غير فظ ولا غليظ. يقع على الزوج عبء المعاشرة بالمعروف أكثر من الزوجة لسببين: أن الزوجة عنده أمانة فعليه أن يصون هذه الأمانة، ثانيا أن النساء خلقنا من ضلع أعوج، ومقتضى ذلك يكون للزوج من الحكمة والكياسة عن العقل والمرونة وسعة الصدر ما يكره به جماح القضاء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، إن أردت أن تقيم كسرته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالنساء خير، فقال: استوصوا بالنساء خيرا، وقال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم لنسائهم. فقال: خياركم لنسائهم. لذلك على قال عليه الصلاة والسلام أن أثقل شيء في الميزان صاحب حسن الخلق، فإذا كان أحسن خلقا مع امرأته فسيكون أحسن خلقا مع غيرها من الناس. وكثير ما يقع الناس بالمخالفة، يعني يكون صاحب حسن خلق مع الآخرين ومع امرأته وأهل بيته يتكلم عليهم ويسبهم ويقذفهم، يظهر الرجل إذا قابل أهله كان أسوأ الناس أخلاقا، وإذا لقي غيرهم لانت عريكته، يعني أخلاقه، وانبسطت أخلاقه وجادت نفسه وكثر خيره، وهذا من حرمان التوفيق. الآن نعيد ونقول: هل يقع على الزوج عبء المعاشرة بالمعروف أكثر من الزوجة أو لا؟ نعم، يقع على الزوج عبء المعاشرة بالمعروف أكثر من الزوجة، لأنه المرأة خلقت من ضلع أعوج، وأنها أيضا هي عنده أمانة، يعني عندنا في الكتاب هنا عندنا في الكتب أن الزوجة تعتبر أمانة، فهو مطالب بالحرص على هذه الأمانة وبذل كل جهد في صونها. في الكتاب عندنا في الطبع المختلفة قال أن الزوج هو الركن الأول والزوجة تعتبر الركن الثاني في الحياة الزوجية، فهو مطالب برعايتها وإكرامها وصونها والحفاظ عليها وبذل كل جهد في سبيل ذلك. يعني هي نفس العبارة ولكن تغير يعني نفس المعنى ولكن الألفاظ اختلفت، يعني بمختصر ذلك أن الزوجة تعتبر أمانة
فعليه أن يحرص كل الحرص على أن يعاشر بالمعروف. طيب، خلقنا من ضلع أحوج، يعني المرأة هذه طبيعتها، يعني لذلك ما هو عشان نعايرها، لا، هي كذلك رحمة بأولادها، رحمة بذريتها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، ووصى النبي صلى الله عليه وسلم أن قال ميزان التفاضل في الخلق في الخلق عشرة الرجل الحسن للنساء، فقال أكمل المؤمن إيمان أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. وتحدثنا عن مقابلة الرجل لغيره، تجده يقابل الناس بوجه منبسط ولين العريكة وكذا، وإذا يقابل من أهل تغير، فالأصل أنه مع أهله يكون أفضل من غيره. هذه الحقوق المشتركة بين الزوجين، أول شيء حسن العشرة، الحين تكلمنا عن حقوق المشتركة بين الزوجين، الحقوق الثلاثة بين حقوق مشتركة، حقوق منفردة للزوج، حقوق منفردة للزوجة، ثم بدأنا نفصل في الحقوق المشتركة بين الزوجين، فقلنا حسن العشرة، أننا نتحدث هذا الفصل في الفصل الرابع من كتاب الآثار المترتبة على عقد الزواج، الآثار المترتبة على عقد الزواج، فبدأنا نناقش الحقوق المشتركة بين الزوجين، وأول تحدثنا عن حسن العشرة، بعدين ذكرنا قلنا ويقع على الزوج عبر المعاشرة بالمعروف أكثر من الزوجة لسببين، وقلنا أنه أول شيء أنها أمانة، ثانيا أنها خلقت من ضلع أعوج. ثانيا من الحقوق المشتركة حل الاستمتاع وإعفاء كل منهما للآخر، وهو أن يحل لكل واحد منهما أن يتمتع بالآخر في الحدود التي رسمها الشارع، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومون. اتفق أهل العلم على أنه يجب على الزوج أن يعف زوجته من الناحية الجنسية حتى لا تقع في الحرام، وأن هذا الواجب من جهة الديانة، أي فيما بينه وبين الله، فيحرم عليه أن يشتغل عنها بعمل أو عبادة كل وقته، لأنه يعرضها بذلك للفتنة. هذا من حقوق الآن الثاني، حل الاستمتاع وإعفاف كل منهما للآخر، يقول أنا بتعبد وخلاص بتركها، لا ما يجوز، هي عليك حق مشترك بينكم، أو هي تقول أنا بعصوم بترك الزوج والزوج رافض، فعليها أن تعفى زوجها. أيضا من هذه من الحقوق الآن المشتركة بين الزوجين، الأمر الثالث التعاون على طاعة الله عز وجل، هذا يشمل العبادات. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وإيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء. يعني التواصي الحين هذا في قيام الليل، بعدكم صلاة الفجر والصلوات الأخرى، تعاون يجب، ما تنقصر في نصيحة، قصر في زيارة أمه وأبيه أو في الصدقة أو قصر في النفقة على من يعول، فيجب تذكره وهو يذكرها، رحم الله، يعني الرحمة تحل عليه. رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت. أيضا الحقوق المشتركة حرمة المصاهرة، مجرد تمام العقد يحرم على الزوج وصول المرأة، وبعد دخوله بها يحرم عليه فروعها، كما يحرم على المرأة وصول الرجل وفروع بمجرد العقد، هذه ذكرناها وتناقشنا فيها. ثبوت نسب الولد، يعني يثبت نسب الولد يعني بالعقد، يعني مثلا تزوجها يقول خلاص أنا ما أبغى الولد هذا ينسب لي، لا، هذا من الآثار المترتبة على العقد
أنه ينسب لك الولد الإرث، أيضا يرث الزوج زوجته كما ترث الزوجة زوجها، ويثبت هذا الحق لكل منهما مجرد تمام العقد ولو قبل الدخول. يعني مثلا عقد عليها، فلما ثم ذهب اليوم الثاني ولا سمح الله صار له حادث، أو هي ماتت مثلا بسكتة وكذا، نقول خلاص ما صار بينهم شيء، ما ترثوا. لا، بمجرد العقد يعني يرث كل منهما الآخر. الآن هذا حقوق من؟ حقوق مشتركة. طيب حقوق الزوج، وهي الحقوق التي يجب على الزوجة القيام بها للزوج، فهي للزوج حقوق وعلى الزوجة واجبات، وحقوق الزوج على زوجته في الجملة أعظم من حقوقها عليه، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. من حقوق الزوج على زوجته أن تطيعه بالمعروف، فيجب على المرأة أن تطيع زوجها طاعة مطلقة في غير معصية الله، في سواء في المنزل، في أسلوب حياتها، في فراشها، لأن وجوب الطاعة من تتمة التعاون بين الزوجين، فلا تستقيم حياتها الجماعة إلا إذا كان لها رئيس يدير شؤونها، ولا تفلح هذه الرئاسة إلا إذا كان الرئيس مطاعا، لأن عدم الطاعة تصير فوضى. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل رضا الزوج على زوجته سببا لدخولها الجنة، فقال أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة، أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. قرار الزوجة في بيت زوجها، الآن قلنا أول شيء حقوق الزوج على زوجته أنه تطيع بالمعروف، قرار الزوجة في البيت زوجها الجلوس في البيت لا تخرج إلا بعلمه وموافقته، المحافظة على ما في البيت، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته، ومسؤولة عن رعيتها. البعض تطلع ولا تقول لزوجها، تأثم بذلك، يجب عليها أن تطيعه طاعة مطلقة في غير معصية الله، ولا تخرج إلا برضا زوجها وموافقته، لأن هي القائمة على شؤون البيت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، هذه من الأحكام التي يغفل عنها بعض، مثل أنا حرة، لا، إذا تزوجتي خلاص هذا من آثار الزوجية هذا الأمر. عدم إذن الزوجة في بيت الزوج لمن يكره دخوله، يعني لا تدخل أحد بيته إلا بإذنه. فأما حقكم على نسائكم فلا يطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. لا تأذن، يعني لا واحد تقول لا تدخلين فلان، خلاص. وحكمة هذا الالتزام لأن تصير نزاعات في البيت، فإذا تبين للزوج أن هذه الفلانة الجارة تسبب مشاكل فيقول خلاص ما تمنع دخوله. القيام على أمر البيت، هي تقوم بشؤون البيت، يعني يجب على الزوجة أن تقوم بشؤون البيت، بالطبخ والنفخ والغسيل وغيرها من الأمور، لذلك عليها الطاعة والعمل على ذلك. أيضا من الأدلة على ذلك أن فاطمة عندما حست بشيء من الإجهاد في خدمة البيت والقيام بشؤونه، وأصاب يديها ألم من طول إدارة تدير الرحم، من أول تدير الرحم كذا وتطحن وتسوي، فقال لها كانت تبغى خادم، فذهبت إلى أبيها لحق ذلك، فقضى صلى الله عليه وسلم على فاطمة بخدمة البيت،
وقضى على علي ما كان خارج البيت من عمل. يعني فلذلك هذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة أن تخدم وتعمل، إذا كانت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم تفعل ذلك، من بالك بغيره. حقوق الزوجة على الزوج، وذكرنا قلنا للزوجة حقوق وعلى الزوج واجبات، وهذه حقوق بعضها مادي وبعضها أدبي. حقوق المادية المهر، وهو حق مقرر للمرأة يجب على الزوج بالنكاح الصحيح. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، التمس ولو خاتم من حديد، عقد الإجماع على وجوب المهر. هذا المهر عطية للزوجة بالمقابل، والقصد من المهر تطيب خاطر الزوجة وكسب ودها. ولذلك لا ينبغي يعني المغالاة في المهور كما هو الواقع. وقد استنكر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل أصدق امرأته 4 أواق، قال على 4 أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. فبعث بعثا إلى بني عباس، وبعث ذلك الرجل فيه. الأمر الآخر النفقة، يجب على الزوج، تجب للزوجة النفقة على زوجها مجرد تمام العقد وانتقال. هذه مهمة، هذه يعني بعضهم يسألني ويقول طيب أنا عقدت عليها ولكن هي عند بيت أهلها، نقول لا، حتى تنتقل إلى بيتك وتمكنك من الاستمتاع بها فهنا يجب عليك أن تنفق عليه. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. تشمل النفقة المسكن، المأكل، الملبس، عليه يسكنها، هي يأكلها، هي يلبسها، وتقدر بحسب يسار الزوج وعساره. قد يكون زوج ما شاء الله غني فيعطي، وكل على حسب ما يتيسر له. يعني لم يهيئ له الزوج ذلك تضطر الزوجة خروج مما يجعلها تخل بواجباتها واختل نظام الأسرة، فعليه أن يحرص على ذلك. هذه حقوق مادية الآن نذكرها مرة أخرى، مهر ونفقة. طيب الأمر الآخر الحقوق غير المادية، الغيرة عليها. الغيرة يجب على الزوج يعني يصون زوجته من كل ما يخدش، يعني شرفها أو يدنس عرضها أو يحط من قدرها أو يعرض سمعتها للتجريح. وهذه الغيرة التي يحبها الله، إن من الغيرة غيرة يبغضها الله، وهي غيرة الرجل على أهله من غير ريبة. إن كان فيه ريبة لا، هذه غيرة محمودة. من مظاهر الغيرة أن يأمرها بالحجاب حين الخروج من البيت، أن يأمرها بغض بصرها عن الرجال، أن لا يسمح لها بإبداء زينتها الخاصة إلا له، أن يمنعها من مخالطة الرجال الأجانب، أن لا يعرضها للفتنة كأن يطيل غيابه عنها، ويلبي طلباتها بنفسه حتى لا يحوجها لأحد غيره. تعليمها أمور دينية، هذا من حقوق غير مادية. ذكرنا ذلك، التعليم والقرآن، قدوة، حرص على الصلاة، إذا كانت تعرف تقرأ الفاتحة أو كذا يقرئها القرآن، يحرص على ذلك. أيضا المبيت عند الزوجة، يعني يجب على الزوج إذا كانت له امرأة واحدة المبيت عندها، إن كان له 4 نساء كل واحد منها ليلة. والقصة المروية عن عمر حين جاءته امرأة تمدح زوجها بقيامه الليل وصيامه النهار، فطن كعب بن سوار إلى شكواها وأن زوجها يهجر فراشها، فقضى لها بليلة من 4 ليال. أيضا حقوق الأولاد والوالدين وواجباتهم. عندي الآن انتهينا
من آثار العقد حقوق الأولاد والوالدين وواجباتهم. يعني ممكن تقول بدون حقوق الأولاد والآباء وواجباتهم، اللي عندكم الآباء في الكتاب والوالدين طبعا جديد. حقوق الأولاد على الوالدين أو حقوق الأبناء على الآباء، تبدأ هذه الحقوق وهم أجنة في بطون أمهاتهم قبل قدومهم إلى الحياة، وتستمر من حقوقه قبل أن يولد وما يلي. حق الولد في اختيار أبويه لبعضهما، لا بد أن على الأب أن يختار الزوجة، الأم الطيبة الناصحة المهتمة بالأولاد، فتنكح المرأة لأربع، وذكرناها قبل يعني أساس اختيار الزوجين. الدين هو العنصر الأساس في اختيار الزوجة. فلذلك هي التي تربي وتحرص عليهم ولذلك ترضعهم العادات الأصيلة مع إضاعها اللبن. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عليه. الزوج إذا كان ذا خلق ودين كان أمينا على زوجته. يعني الحق الوالد في اختيار أبويه لبعضهما من قبل أن يلد، اختيار الأم الناصحة الدينة، واختيار كذلك الولي يختار كذلك للبنت الطيب من الرجال حتى لا يقع الفساد ولا يأتون أولاد غير ناصح ملتزمين بالدين. ولذلك فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو مجسان. حق الجنين في الحياة، رعاية الحامل والابتعاد عما يحرم ويضر بالصحة، تبتعد عن التدخين عقاقير إلا بتوصية طبيب، أن كثير من العاهات الجنينية تعود إلى عوامل بيئية سيئة. يعني يلحق بذلك اللي تكلمنا عنه الإسقاط وهو الإجهاض، فلا يباح مثل ما ذكرنا إلا لضرورة شرعية. أما حقوق الأولاد بعد ولادتهم فمنها حقوق تتعلق باستقبال المولود، يعني المساواة في الفرح، مو بذا جاء ذكر قيمة الحفلات وكذا والأنثى لا ولا يسود وجهه، لا، استحباب الأذان في أذن المولود. رأيته النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة. البعض يقول أذن يمين وأقيم في اليسار، لا مو بصحيح. الحديث الصحيح هذا الاستحباب الأذان في أذن المولود، استحباب تحنيك يعني أذان دون إقامة، بعض يأذن يقيم، لا. اللي ورد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة، الاكتفاء بالأذان يعني استحباب تحنيك بتمرة أو شيء حلو. ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة. لماذا؟ لا يخفى أن تحنيكه بالحلو يساعده على رفع نسبة السكر بالدم وهو بحاجة إلى هذا حينئذ. الله أكبر، فوائد يعني علمية. حق اختيار اسم حسن له، يعني هذه أن حب اسماءكم من الله عبد الله عبد الرحمن، أما عبد وحمد لا غير صحيح. حق الختان هو واجب على مين؟ على في حق الذكور، أنه يجب على الولي أن يختن الصبي قبل البلوغ، والأفضل أن يكون في الأيام الأولى من ولادته حتى لا يعاني الذي لا يختن من القذارة تصيب بعض الأمراض. لذلك الإسلام يحث دائما على النظافة وعلى كل ما يفيد من ينتسب لهذا الإسلام.
العقيقة هي الذبيحة التي تذبح للمولود، والحكم العقيدة أنها العقيقة أنها سنة، أنها سبب تجدد النعم، نعمة من الله على الوالدين وإظهار الفرح والسرور، فدية يفتي بها المولود للمستقبل فتحفظه من المصائب والآفات. حق النسب هذه من حقوق، لقد صانت الشريعة ذلك. حق الأب لأنه يترتب على ثبوت نسب الوالد ثبوت الولاية عليه، وحق الإرث والإنفاق، حق الأم لأن من حقها صيانة الولد من الضياع ودفاع الدهم عنها وثبوت حق الرضاعة، حق الولد وذلك بدفع التعيير عن نفسه ثبوت حق النفقة والرضاعة وهكذا. طيب، حق الرضاعة هذا من حقوق يجب يعني يثبت بمجرد ولادته، يثبت بمجرد ولادته، والوالدات يوضعن أولادهن حولين كاملين. أجرة الرضاعة واجب على من؟ على الأب اللي إذا كانت الأم ما تستطيع. حق الحضانة أيضا، تلمة الحضانة حق الصغير، ونحرص على أن تكون الحاضنات من الطيبات لأن الأولاد يتأثرون بها. حق النفقة، مأكل مشرب ملبس، نفقة التربية والتعليم، وهي حق، وإذا كان بخيل خذي ما يكفيك ولديك بمعروف. حق التربية، نغرس العقيدة، نميز بين الأب الابن والبنت، مر أولادكم بالصلاة، إذا كان يعني نفرق بينهم بالمضاجع، هذا ما أقصد بالتمييز. تقوم التربية على أساس أن يكون الوالدان أنفسهم القدوة الحسنة، التربية تعتمد على التخطيط السليم. خامسا، نتجنب المحاذير يعني الثلاث، التدليل، القسوة، التفرقة في المعاملة، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أيضا من حقوق أن تقوم التربية على الرحمة والتعاطف، أن تهدف التربية على تكوين شخصية متوازنة. طيب، ما هو حق الأبناء في الإرث؟ الابن يرث بطريق التعصيب، فيجوز التركة كلها إذا انفرد ولم يوجد وارث غيره، وإن كانوا أكثر من ذلك، وإن كانوا أكثر من ذلك يكون بينهم بالتساوي، إن كان ذكور أو إناث، والبنت سهم والابن سهمان. ولكن بعض يقول يا أخي مظلومة، أنا جت واحدة تسألنا فقالت أنا مظلومة، يعني كيف المنتمى الإناث مظلومة؟ لا، نقول حاجة والظروف كل منهما هي التي اقتضت. الرجل يكون هو له الإنفاق ويعطي ويعزم ويضيف الناس وعليه مسؤولية، المرأة أقل من ذلك، لذلك الله أعطاه الذكر مثل حظ الأنثيين، وهو ينفق أو يعطي المهر. أما حقوق الوالدين على أولادهم، حقوق الآباء على أبنائهم، هي من أجل الحقوق وأعظمها، ولذلك الله عز وجل يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. النهي الأمر بالإحسان إليهما، والإحسان إليهما أن أطيب ما أكلتم من كسبكم وأن أولادكم من كسبكم فكلوا هنيئا مريئا. يعني الإنسان يحسن إلى والديه، نكون في قمة الأدب مع الوالدين. النهي عن نهرهما والإساءة إليهما، التواضع لهما إلى حد التذلل، وهذا ليس عيب، وجوب شكرهما، نشكرهم على ما قدم، ندعو لهما، تقديم برهما على الجهاد في سبيل الله. والحديث موجود عندكم، أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، قال ثم قال بر الوالدين ثم قال الجهاد في سبيل الله، فقدم بر الوالدين على الجهاد. النهي عن نهرهما،
كلمة أف وما زاد على ذلك. زين طيب ولو كان كافرا؟ نعم ولو كان كافرا يجب برهما في غير معصية الله عز وجل. والحديث نقرأها. قدمت أمي وهي مشرك فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت قلت إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفاصلة؟ قال نعم صلي أمك. طيب هل يبر الوالدين بعد وفاتهما؟ نعم إن أبر بر الوالدين ليس مقصرا على حياتهما، فالدعوة لهما الدعاء لهما قضاء ديونهما. إن أمي نذرة تحج فلم تحج حتى ماتت فحج عنها؟ قال نعم حج عنها. والحج عن الوالدين بعد موتها نوع من أنواع البر والإحسان إليه. صلة يعني أصدقاء الوالدين والحرص على مثلا إذا كان للوالدين أصدقاء إهدائهما واتصال عليهما والحرص على كذلك أن نحرص على أن نصلهما يعني والسؤال عنهما وتفقدهما في الأعياد وفي غيرها. لماذا؟ نتعبد الله بذلك، هي من العبادة التي يغفل عنها كثير من الناس، يظنون أن مات الأب خلاص ننسى أصدقاء الأب صديقات الأم فلا يعني يحرصون على ذلك. وأن بر الوالدين ليس مقصورا على حياتهما وإنما هو ممتد إلى ما بعد وفاتهما، لأن رابطة المودة باقية في الحياة وبعد الممات بالدعاء والاستغفار قضاء دينه، سواء كان دينا للعبادة أم دينا لله، مثل واحدة ما حجت ولا ما اعتمرت. فإن أبر البر صلة الود، الولد ود أبيه بعد أن يولي يعني بعد الموت. فهذه بعض الأمور التي تناقشنا فيها في هذه المحاضرة، سائلنا الله عز وجل أن يجعلها لنا محاضرة خير وبركة ويوفق الجميع لكل خير. ونستودعكم الله عز وجل ونلتقي بكم في المحاضرة القادمة بإذن الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.